بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لماذا ما اشتركتش في قناتي؟ ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب وأبوني واشترك. ما تنسوش تشغلوا جرس الإشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول، وتابعوا فيديوهاتي من الأول للآخر لتستفادوا أكثر. وإلى نبدأ الفيديو تاع اليوم على بركة الله. الفيديو تاع اليوم راح ندير معكم حجاب دوكا التصميم انا زوجي تركنا منه في الرسم، بصح هو شغل ابيبري الموديل تاعو. هاي اليد، ها هو الفوق الصدر كيفاش داير. انا كنت قلت لكم في فيديو سابق تاع اساسي هذوك النصائح اللي قلتها لكم، قلت لكم على باش دي فوا تحقوا تخدموا هكا دي بياس صغار. دونك حل الحجاب نديروه لكم، ندير لكم بهذه الطريقه. يعني هنا من هذا الجهه راح يجي، هاي يجي الصدر، ومن هنا من تحت يجي هكا. دونك انا هذا الموديل باش نسهلوا على روحي نسهلوا عليكم، وجدت جبت تصميم صغير وفصلت عليه. دونك نجيب معكم تصميم عادي كما درنا صغير، ونبدا ندير معكم واحده واحده باش تفهموا معايا التطبيق، وتابعوا معايا الفيديو الاول من الاول للاخر باش تستفادوا اكثر ان شاء الله. بون، بالنسبه للتصميم اللي راح نديره ان شاء الله، راح نطبق فيه ندير اول ما راح نخيط كتانجين، ماشي اول ما راح نخيطو، بصح اول ما راح نخيطو حجاب او كتانجين عندي هذا هو. دونك راح ندير بالجين، يعني كشغل الأغلبية التصميم تكون بالجين، والباقي راح ندير بهذا الكتان اللي هو خفيف وصيفي بما أنه رانا في فصل الصيف. دونك كيفاش راح ندير؟ شوف معايا التصميم هذا اللي درتو، شوفوا. بالنسبة لليد، اليد وهذا من التحت راح نديرهم بالجين، وهاد القطعة راح نديرها بهذا الكتان، راح ندوبيها يعني قدام دوبليا من اللور مدوبليا، راهو خفيف تاع صيف. هاد النوع من الأقمشة شوفوا كيفاش جاي خفيف. هذا لازم نشمخو وننشرو، من بعد نحددو قبل ما تصبيه باش بعدا ما يقعدش يشرب لي وما تجين صافا. هاي كاع وخفيف تاني، ماشي زعما تجين تحسبو هذاك ثقيل ولا، لانه تجين تاني فيه ديجا انواع. شوفوا خفيف، ماشي داك تجين الخشن. يعني ديجا كنت مخيطه بهذه القطعه، شريتها صافي لونطون. دوك ان شاء الله نديرها معكم، دوك نعاود نلم هاد الحاله ونعاود نوري لكم التفصيل ان شاء الله كيفاش حيكون. بون، كيما قلت لكم في الاول، نجيبو شغل التصميم تاعنا اللي كيما درت لكم في طريقه وضع الباترو الاساسي. انا كي درت لكم باترو اساسي كنت درت حتى لهنا، حتى ل واسمو يا ربي الاوراق، حتى دائره الاوراق. من هنا ان شاء الله راح نكمل معكم حتى لتحت. كاينه حاجه في الفيديو السابق اللي درت لكم هذاك الحجاب الغوز اللي خيطته، اللي قلت لكم هذه جات تمحالي المقطع تاع التفصيل. شوفوا من تحت، لتحت هنا ماهيش ماشيه ديريكت، ماشي من هنا ماشي ديريكت، طالع شويه هنايا، لانه كون درناه ديريكت هكا ديريكت يجينا شغل خارجين في واحد 2 سنتيم. دونك نتوما ديروا بعد شويه هنا في التحت تطلعوا. دوك ندير لكم كاع هادشي ان شاء الله في التفصيل هذا تاعنا. شوفوا درت مثلا كما في التصميم الاول تاعنا، عدنا حتى الاوراق، من بعد زيدوا الطول تاعكم الكلي من الاوراق حتى لتحت شحال، زيدوا بيان سوغ واحد 3 سنتيم تاع الكفه. اذا كان لباس عصري، اذا كان لباس تقليدي زيدوا كتر، يعني على حساب، خاطر كش لباس التقليدي عاده ما نشوفوه يجي هكا مجرجر وكاع. هذا بالنسبه للقطعه الفوقانيه، هذه هنا الصدر نفتحو باش يبان لكم. هاوليك فوالا الصدر واليدين، وعندي اليد، هذه تصميم تاع اليد. واش راح ندير؟ شوفوا راح نحط اليد مع هنايا مع هذا، ونلصقهم باش نعرف روحي كيفاش راح ندير. هنايا شوفوا راح نحط اليد هنايا قد قد مع الكتاف مع الابط، نحطهم سوا سوا، ونجيب سكوتش ونسكوتشيهم باش نعرف روحي كيفاه نخدم. دوك نسكوتشيهم نعاود نرجع لكم باذن الله. بون، شوفوا معايا الان بعد ما درت لهم سكوتش، ها هي عندي اليد طويتها على 2 كما على بالكم، اليد تكون مطويه على 2، وعندي هذا الجزء مثلا الامامي هاوليك كل شيء مطوي على 2. دوكا واش نجيب؟ دوكا راح نخدم هاد القطعة العلوية فقط. شوفوا التصميم تاعي باش تفهم عليا، راح نخدم هاد القطعة العلوية. واش نجيب؟ نجيب مثلا شغل هاد الشيء اللي نديرلكم صغير، نتوما ديروه في الباترون، متحوش ديريكت القماش، فصلوا في الباترون، اغلطوا 100 مرة في الباترون، ماشي تروحو تخسرو القماش، شغلتو لما كانش عندكم قماش ياسر وما كنتوش شارينو في نفس البلاصة اللي كنتم ديجا تخدمو فيها. دونك رانا انا هنا طويت برك على قياس هادو. هنا دوك نجيب لكم كيفاش نوري لكم باش هذا الرسمه تاعي باش نخليها هي زعما اول مره ندير وحده باترون صغير وما حبيتوش يدير لي. نجيب معكم لاغولات نوري لكم كيفاش نرفدو الموديل على لاغولات باذن الله. دوك نجيب لاغولات ونرجع باذن الله. بون، شوفوا معايا دوك انا حطيت سوا سوا مع هي الرقبه وراها نرفد باش تفهموا عليا احسن. شوفوا هي الرقبه، هاي اليد وكاع.
دوكا واش راح ندير بلاغولات، شوفوا فيكس الكاميرا بلاغولات، راح نحفظ اول حاجه الرقبه تاعي، مش حن باش ما باش يقعد لي هذا اللي راه الفوق، هو مش حنا نرسم فوقه دوكا، حندير غير بلاغولات نرسم ونكمل باذن الله. نهبط شويه باش يجيني الكتاف سوا سوا، شوفوا معايا نمشي سوا سوا كيما راني حافره التصميم تاعي. دوكا نتوما كي راح ديروا يعني الباترو الاساسي اكيد راح ديروا عليه تعديلات باش ما لانه الباترو الاساسي هذاك مخدوم على كل شيء. دوكا احنا على حسب الموديل اللي راح نديروه راحين نعدلو. دوكا مثلا في الرقبه حبيتها كيما كمزيره، نفتحها من هنا من الامام نخليها هكا وندير قياس الفتحه. انا في الموديل تاعي مانيش راح ندير فتحه، دوك الرقبه راح نهبط راح ندير لكم شرا في الباترون الكبير تاع تاعي انا كيفاش ندير الرقبه. راح نهبط هنا مثلا كنت حافظه غير واحد 10 سنتيم، راح نهبط حتى ل 13 سنتيم نزيد باش هذاك الاتساع اللي زدتو ما يجينيش كيما ندخل الرقبه تاعي، عفوا كي نجي ندخل راسي ولا نخرجه. دونك كيما قلت لكم ندير هكا بلا غولات نرسم سوا سوا هكا نفضو مليح هنايا ياك، ونزيد هنايا تاك الكتف، نزيد هنا الكتف هكا فوالا، ونزيد هذه تاعت الذراع تاعت الكم نرسمها كيما هكا بلا غولات اكيد، وفي نضغط مليح على لا غولات باش نرفد الشكل سوا سوا. دونك هادو هما اللي نسحقهم هكا هنايا، ونزيد هذه هنايا شويه لتحت هنايا. شوفوا معايا واش درت، رفدت هذا هنايا الرقبه وزدت هنا الكتف وزدت هنا تاعت الكم هذه لهنايا. دونك نزيد هذه لهنايا، انا مانيش عسليه بصح انا نضطر نخدم باليد اليسرى باش تشوفوا معايا مليح. نزيد نهبط هكا هنا شويه، دوك نقفل لكم الكاميرا باش تبان لكم غير شويه هكا برك باش نعرف الموديل تاعي. شوفوا بسم الله، شوفوا واش درت، هاي نقرب لكم، شفتوا لاغولات والله مخدومه. شوفوا هاي هنايا احفظت اليد هكا، وهنا درت الكتاف، وهنا الرقبة. انا نفد كي نفد شوف اسكو تبان ولا مش تبان، مش تبان مليح بصح المهم عندي الرسم راح نتبع عليه غير بقلم رصاص. دوك نجيب قلم رصاص وراح نتبع على الرسم هذيك غير بقلم رصاص غير باش تبانو باش تفهموا معايا واش اللي درتو بلا غولات. فيكسي الكاميرا باسكو مغاديش نخدم هكا على هذيك الرقبة راني ديجا رسمتها. نهبط هنا الكتاف ونزيد هاد الحلة تاعت اليدين وهنا ياك. اوكي دونك من هاد الباترون مثلا الباترون الاساسي تاعي هذا خرجت هذا. دونك الموديل تاعي واش فيه، عندي كول ريغلون، ما عنديش الكم كيما هكا ريغلون. ريغلون شوفوا هنايا كاين ريغلون لي يجي قد مع الكتف ويهبط، كاين اللي يجي من الوسط يعني كشغل الوسط وشغل هكا يهبط شويه في الرقبه ويهبط. انا الموديل تاعي اللي راح نديرو اليوم ان شاء الله راح يهبط شويه في الرقبه، يعني راح يدي جزء من الرقبه ويهبط. شفتوا كيف داير؟ دونك انا عندي هنايا في هذه الرسمه اللي درتها باش نحي لكم، راح شوفوا من هذه من هنايا من هذه النقطه، هذه النقطه اللي هنايا نطلع مثلا حتى لهكا هنايا هكا هنايا ونهبط مع هذه النقطه نوصل بيناتهم. هذا من بعد ان شاء الله حنخليها لكم. انا دوكا اللي يهمني هذا الجزء اللي هنايا هذا اللي فوق ما يهمنيش خاص شحال يكون في الكم هنايا. مثلا نهبط نزيد نحط عليها هذه باش نعرف روحي شحال حنهبط، مثلا نحط هذه غير باش نزيد نهبط شويه برك هذا مكان نحط سوا سوا، نزيد نهبط هنايا شويه هنايا فوالا. مثلا انا راح نهبط عند الصدر هنا هكا، ومن بعد هنايا راح نهبط يا خط مستقيم. شوفوا كيما الموديل انا اللي راني دايرته هنايا، عندي هنايا راني هبطه ديريكت، شوفوا ما عنديش انحناء كبير بصح في الموديل اللي راني درته هنا هنايا درت له انحناء. دونك كيما تبغوا ديروه انحناء ولا ديروه هاوليك هذا في انحناء، بغيتوا ديروه انحناء بغيتوا ديروه مستقيم، انا دوكا ديسيديت نديرو مستقيم. فوالا راح نهبط هكا ديريكت وشويه انحناء فيه، ماشي زعما شويه ماشي حاجه. دونك هذا هو القطعه تاع الصدر تاعي، نجيب المقاس تاعي هنا في الباترون اني نخدم بلا زياده بلا ما ندير زياده تاعت الخياطه، بصح كي نحط الباترون تاعي للقماش اكيد راح ندير زياده تاعت
زياده تاع الخياطه. دونك نقص هذا يعني درتو هكا، ومنه راح ندير ان شاء الله لكم باذن الله، منه من الباتون الاساسي اللي راني ديجا درتو. فوالا وزيد نقص هذا هنايا كيما قلت لكم، ما تخصوش المقص تاعكم مليح في الورق، خلو مقص قدي مهتري، خلوه للقماش عفوا للورق. شوفوا انا ديجا مقصع قديم وديجا مكسور، بصح نسيت اللي خدم لي هذا هو الفايده. ماشي شوفوا عندي دوكا هذه القطعه الفوقانيه، هاي جزء من الرقبه وهنا الصدر. نعاودو نجيبو هاد الباترون الاساسي تاعنا هو بالذات، نجيب دوكا باش راح نحل الكم باذن الله. واش راح ندير؟ نجيب الورقه تاعي مثلا الباترون مثلا، نطويها على اثنان بهذا الشكل، نحط الاخر هذا الباترون تاعي، بحيث انه هذيك الطيه تجي سوسو مع اليد، لان دوكا راح نخدم اليد. نحطها هكا ياك، ونجيب اللي درتها انا اللي فصلتها تحت الصدر. شوفوا معايا هاوليك، شوفوا جبت الباترون هذاك اللي درتو زعما اساسي صغير، درت طيه في مثلا باترون ولا طيه تاعي راح تجي جوست مع اليد، لان دوكا راح نخدم الكم، مانيش راح نخدم التحت ديجا خدمتو. يعني شوفوا كيفاش تحت تجيكم شويه عوجه، بصح انا راح نخدم دوكا الكم، مانيش راح نخدم الفوق. اوكي شوفوا نجيب دوكا نحط فوقو هذا اللي درتو انا ديجا فصلتو تاع الصدر، راهو فيه ديجا في هذه العفسه هذه اللي هنايا محوحه. دونك واش راح ندير؟ راح نفيكسيه تاني بالسكوتش باش ما يقعدش يبوجي لي، ونوريكم ان شاء الله كيفاش نخدموه باذن الله. دونك نفيكسيه ترجع لكم ان شاء الله. دونك شوفوا معي الان بعد ما سكوتشيتو شديتو هنايا هذه القطعه، شديتو هنا باش ما يقعدش يبوجي، كيف نحكم لاغولات تاعي هنا الصم. دوكا راح نخدم الديرع اللي هو هذا هنايا، يعني راح نرسم هكا هنايا بلاغولات، نزير مليح هنايا تاع الرقابة، بعد راح نهبط هكا هنايا هكا نمشي معاها، نزير مليح بلاغولات باش نلفت الموديل، ومن بعد نهبط هنايا هكا، نهبط هكا هنايا تاني بهاد الطريقة. نسيي نفذ الموديل تاعي تخي بيان باش مش يجينا سوسو، من بعد نمشي هكا هنايا كيف نحي سكوتش روح نقصو نرجع لكم باذن الله. بون الان شوفوا معايا على واش تحصلت. ها هي هذا القطعه تاع الصدر، والكم هذا هو الكم بعد ما كان داك الشكل. شوفوا كيفاش ولا هذا الكم ريغلون ولا المونش ريغلون. ها هوليك هذه القطعه العلويه، ها كيفاش تجينا هكا. دوك نروحو نفصلو لي من تحت بينها. انا على هذا تاني الباترون الاساسي اللي راني كيما كنت تشوفو انا مسكوتشياتو، نجيب قطعه اخرى من الورق. دوك هنايا واش راح نديرو هنا في هذه القطعه قبل ما فصلت وقبل ما درتها، نشوف انا شحال راح شحال مثلا هنايا هذه الطيه اللي داخل شحال راح نديرها، نقيس هذه الطيه شغل. شوفوا او تبالكم هنا من هنا لهنا شحال، ونضربها في اثنين باش نشوف شحال راح نزيد يعني القياس. شوفوا القياس هذا اللي راح نديرو نمامو هذا اللي من هنا لهنايا، دونك راح نقيس شغل شحال راح ندير انا هاد الزياده، ونضربها في اثنين خاطر هي رايحه هكا وجايه. هذه هي دوك واش راح ولا هاي لك. شوفوا نجيب مثلا الورقه تاعي نطبقها بالنصف، انا على حسب واش راني باغي انايا نطبقها على اثنان، ومن بعد نشوف انا باغ اكزومبل بغيت مثلا نديرها واحد 15 سنتيم، يعني واحد 15 سنتيم جاي هنايا، واحد 15 سنتيم هنا و 15 سنتيم هنايا مثلا. انا راح نديرها صغيره، راح نديرها واحد 5 سنتيم فقط. شوفوا معايا نرسم خط ونطبق. شوفوا انا طويه ورقه عندي على اثنان، نمشي واحد 5 سنتيم نطبق، نمشي 5 سنتيم بانت لي بزاف، ندير 3 سنتيم فقط. شوفوا معايا ندير 3 سنتيم فقط، يعني واحد 15 سنتيم كي نديرها في القماش من بعد تتبان لي اسكو نديرها ولا ما نديرهاش. انا هنا دايره غير 3 سنتيم، نمشي ندير كاع 3 سنتيم
باش نعرف الطيه تاعي. فوالا 3 سنتيم نكملها ونديرها هكا حتى 3 نقاط ونوصل بيناتهم. هذا ما كانش لازم ندير حاجه كبيره من النقاط. فوالا نوصل بيناتهم ونجي من الجهه الاخرى كيف كيف. هنايا ثاني ندير واحد 3 سنتيم ونوصل بين النقاط ونرجع لكم باذن الله. بون شوفوا الوقت تاعي بعد ما درت هذيك 3 سنتيم من عليك. دونك واش راح ندير؟ نسي نطبق الوقت تاعي عند هاد الخطوط هادو الخطوط اللي رسمتهم تاع اللي بعد على نقطه الوسط ب 3 سنتيم. طبقهم هكا تبعهم كامل، طبقها كامل حتى لتحت. هذا بالنسبه للباتون. في القماشه وحده راح يسقم روحو يعدل روحو ماشي مشكل. دوك نمشي معاهم كامل كيما قلت لكم. دوك نري لكم كيفاش درت. شوفوا وين كان هذوك الخطوط. هاك شوف وين كاين الخطوط درت طيتهم. بعد هذا الخط ولا هاد الطيه هي نجيبها ها الخط تاع الوسط هو ديجا مطبق. هذا الخط وهذا الخط نجيبهم للوسط للمنتصف بهذه الطريقه. شوفوا معايا هكا نحطو جوست مع المنتصف بين زيد ما نقص باش يجيني التصميم كيما بغيتو سوا سوا. نكمل كامل نشدو هكا ونجيب الاخر. كي تكونوا مطبقينه يجيكم فاسيل هكا، ما طبقتوش تجي تعييكم باش تجيبوه للوسط. كي تحطوه قد في الوسط هكا كملوا معاه كامل. شوفوا دوكا نقدروا نفصلو. شوفوا الموديل تاعي كيفاش داير. دير هكا نطبق ومن بعد فصلت. ها الموديل تاعي شوفوا هكا من بعد نفصل. دوك هكا واش راح ندير؟ حنعاود نطبقهم هكا بعد. شوفوا كانوا هكا حنطبقهم هكا ونجيب دركا التصميم اللي راني درتو هذاك الصغير هنايا. باردون سمحوا لي على كان صوري بالطابلات دونك تبعت وجهي اشاك فوا انا ندير شي حاجه. شوفوا نجيب دركا التصميم هذا تاعي يعني نطبقاتو هذيك الطيه راهي هنا في الوسط ونجيب التصميم تاعي نحط هذه القطعه تاعت الفوق. الا ما بغيتش نحطها غير نديرها بالغولات برك باش نعرف البلاصه تاعها. هذه فوالا دوك نسكوتشيها نديرها بالغولات. دوك شوفوا انا باش ما نخصش الباترون تاعي هذه كاع نجبدها الفوق هكا نجبدها الفوق لانه انا باغا ندير غير من تحت من هنايا هذا المكان. شوفوا معايا هنايا دوكا نبدا نرسم. راهي شوفوا هنا سوا سوا هنايا راهي سوا سوا. مانيش مخلي القياس تاع الخياطه قلت لكم بعد نعاود نديرو في كي ندير على القماش. دوكا هنا نرسم يتقد مع هذا هنايا هاليك فوالا ونزيد نرسم. بون عفوا انا نرسم على القماش تحتاني على الباترون تحتاني. بون شوفوا معايا انا كي كنت نرسم اكتشفت لاني نرسم على الباتر اللي درتو اساسي دونك احسن بلاغولات. هاني لصقت كلشي نجيب لاغولات نهز هاد الجزء هنايا هاليك هكا بسم الله وضغطو مليح مليح على لاغولات باش يجيكم ينتقل لكم الرسم سوا سوا كيما كنتو باغيين. ضغطو عليها مليح متخافوش. حطو الرسمة تاعكم لازم تكون سوا سوا باش ميجيكمش من بعد ميكالاش في القماش. قلت لكم 100 مره غلطوا في الورق غلطوا وعاودوا غلطوا وعاودوا بصح ماشي في القماش. دوكا نهبط كامل التصميم تاعي نهبط به هكا لانه هذيك الطياره راح تهبط معايا كامل. نهبط كامل التصميم تاعي بالطريقه تاع لتحت. دوك نكمل الرسمه بلا غولات كل نوريكم كيفاش راني دايره. فوالا شوفوا معايا ها انا دايره كامل التصميم. دوك بديت لاغولات تاعي من هنا شوفوا مشيت من هنا تك 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 ومن بعد هبط من بعد حبست هنا بعد هبطت من هنا تك 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 وين راني الضو هبط حتى لهنا ومن بعد هذا مشيت هكا كامل كملتو. دوك واش بقى لي نح الباترو الاساسي تاع اللي راهو الفوق ونقص نوري لكم كيفاش خرجوا لي البياس وكيفاش نحاول نلصقهم باذن الله. دونك شوفوا القطعه اللي تحصلت عليها هي هذه. شوفوا كيفاش تجي دايره كي نفتحها تجي هكا يعني الحجاب تاعنا راح يكون هنا شغل المحكوم من هنايا خير راح يتخيط مع هذه هكا هنايا مع هذه القطعه اللي هنايا
مع الزياده هذيك تاعت الخياطه اكيد راح يكون محكوم هنايا. من تحت راه يمشي يتفتح هكا، اللي مفتوح هنا من تحت ما يبقاش، يبقى هكا مفتوح ما يبقاش هكا ضيق. واليد وراها هاي اليد تاعنا، هذه هي هكا هنايا كاينه حاجه في اليد هنا. اليد راه هي ماشيه شغل عند المرفق، وتبدا ندير لها تعطيه. تشوف الموديل اللي راني دايرته انايا باش تفهموا عليا. لو حبيتوا ديروا لي هكا سامبل ما تعبوش روحكم، وفي موديل واحد اخر يعني باش ديروا شحال موديل كل واحد كيفاش داير، ديروا هكا. بغيتوا ديروا كيما انا راح ندير لكم هنا كيما بغيتوا، الحاجه اللي تاعكم. شوفوا الموديل تاعي انا واش راني درت. اي اليد هنايا راه فيها هنا طيات، هنايا في هاد البلاصه ما كان طيب. شوفوا هنايا، هنايا ماشي حتى لهنايا، بعد هنا طيات، بعد هنا درت لها بوندانه باش نحكم هادو الطيات. عادي كيف كيف. اليد هذه اللي عندي نجيب باترا اكيد، نحي هادو كاع ليا، نجيب باترا نرفد اليد كيما هي كي العاده كيما هي بلا غولات، نرسمها هكا بلا غولات. شوفوا زعما جبت باترا جديد، شوفوا معايا هاليك، نرسمها كيما هي ونحدد انا حتى اللون اللي بغيت لهذوك الكفات تاعي باش نقص ونبدا ندير هذوك القصه دوك كيما وريت لكم. شوفوا معايا هاي غير اليد اللي حطيتها هنا، دوك نحكمها بسكوتش ونرفد الموديل هذا في لاغولات ونعاود نرجع لكم باذن الله باش ما نطولش الفيديو اكثر واكثر. دونك شوفوا معايا اليد هنايا، هناكم على بالكم هنا تكمل عند هذه تاع الابط، انا مش حندير هنايا، راح ندير مثلا هذا الجزء هنايا. دونك نحدد قال راح نديرها من هنا لهنايا، ندير الخط تاعي اكيد راني يكون قايسه قد في الباترون تاعي تستيلو حبس فوالا. راح ندير من هاد البلاصه لهنايا، من هنايا لهنايا هاد البلاصه نقطعها، هاد القطعه نحها، هاد البوندانا نخليها، هادو زوج نخليهم، وهادي القطعه شتو راه مطوي على اثنان نحلها كامل كامل هكا. يعني حنقص كامل هاد القطعه. لي بلين تاعي دوك على حساب، كاين لي فري بلي يعني كشغل القماش تاعكم ضربوه في ثلاثه، يعني كيفاش نقول لكم كان خيطها تبالكم شغل الحاجه هذيك ترجع هكا وتترجع، شغل هاي هكا ماشيه بعد تطلع بعد ترجع، يعني تخوب يعني لهذا القياس راح تضربوه في ثلاثه بغيتوه ويكونوا هذا تاع تضربوه في ثلاثه خاطركش البليه حدا خوتها يعني مش بعيد عليها. اوكي لي بلي يكونوا متباعدين ويكونوا شغل غير شويه بالك ابل. دونك نتوما على حساب واش بغيتو ديرو بلي كبار ولا صغار ولا بين كل حدا كل بليه جوست حداها بليه، نتوما على حساب واش بغيتو. بغيتو تخلوها سامبل كيما بغيتو، انا راح ندير لكم بلي تاع نزيدها نضربها في ثلاثه. دونك نحي هاد القطعه ونرجع لكم نفهمكم كيفاش راح نديرو هادي باذن الله. دونك هاملك القطعه الثلاثه تاع اليد هاملك، بعد ما نحيتهم هادو نحطهم بجهه، هادي تاعت الفوق وهادي تاعت لتحت البندانة، هادي نحطهم بجهه نمشي نعمل على هذه. هذه واش راح ندير؟ راح نقيس لها القياس تاعها بيان سور. شوفوا القياس هاو الفوق راح يجينا اعرض من التحت لانه اليد شتو تمشي وتضيق. بغيتو ديروهم كيف كيف ديروا حسابكم، في اليد الثاني هنا تمشي كاع كيف كيف باش ما متعبوش. دونك كيما بغيتو راح نجيب قطعه قماش نقيس هذه هنا شحال الطول تاعها، هنا شحال وهنا شحال، هذا القياس نضربو في ثلاثة وهذا القياس نضربو في ثلاثة، والعرض راح يبقى هو اكيد. انا نعاود نكرر اني نخدم على الباترون مانيش نخدم في القماش يعني. ومن بعد هذا القياسات قال لي درتهم راح نزيد لهم كامل واحد ولا واحد ونص تاع الخياطه. دونك نجيب ورقه نزيد على هذا القياس هنايا اللي لقيته من هنا لهنايا 3 سنتيم، هذا نضربو في ثلاثه وهذا نضربو في ثلاثه والعرض هو هو، نقصو ونعاود نرجع لكم باذن الله. شوفوا معايا كاين حاجه بغيت نوريها لكم قبل ما قصيت باش تفهموها مليح. شوفوا في هذه القطعه، هاد القطعه واش راكم تلاحظوا، هذه اللي قصيتها هذه اللي قصيتها من هادو زوج قطع بيناتهم اللي وريتها لكم دركا. الفوق هنايا الجهه الفوقانيه اعرض من التحتانيه، انا بغيت نراعي هاد الجانب باش من باش بعدا ما يصاليش ديكالاج في القماش. دونك شوفوا من هنايا من الفوق لتحت، شوفوا القياس تاعكم، انا مثلا ندير القياس مصغر، جاتني هنايا 5.8 دونك درت 5.8 ضربتها في ثلاثة، هاي 5.8 درتها في ثلاث مرات هاني درتها، ولتحت هنا جاتني 5.3. واش درت؟ درت القياس تاعي تاع 5.8 كملته، درت نقاط توعي ورسمت الخط وطويت الورقة تاعي على اثنان، مثلا هذا الباطون طويته على اثنين، ومن بعد هاديك 5.3
5.3 قسمتها على 2 جاتني 2.65. درت هاي شوفوا في الوسط هنايا، في الوسط درت من هنا لهنا 2.65 2.65 باش يجيني سوا الوسط باش ما يصاليش ديكالاج. ومن بعد هنا درت 5.3 وهنا 5.3، شوفوا معايا كيفاش جاني الشكل، يجي كيما هكا شوفوا. دوكا راح نقصو، يعني راني متاكده بلي هذا هو القياس تاعي في 3. اكيد العرض راح من بعد نعاود نقص العرض قد ما ني باغيه، عاد نقص العرض هذا ما كان. بون شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. في الطول قلت لكم الطول تاع هذه القطعه في 3، في العرض سوا سوا هاو قد قد في العرض، شوفوا قد قد هاو لك باش تبان لكم هنايا قد قد في العرض. دوك واش راح ندير؟ راح نعمل طيات. الطيات تاعي اللي كيما قلت لكم في 3، شوفوا نبدا من هنايا باش تفهموا معايا، ندور الكاميرا هكا باش تفهموا معايا مليح. شوفوا نجيب مثلا الحاشيه تاعي هنايا، هذه الحاشيه نطويها مثلا هكا، طيات يعني تحبوا ديرهم فيكسي تحبوا ديرهم ماشي فيكسي عادي كيما بغيتوا. هذه الطيه نعاود نجي نطويها منا هكا، نتوما مشو طويوها هكا في الباترون تاعكم باش زعما تجيكم بعدا سهله في الخدمه كيما هكا. شوفوا نطويتها على 2 هنايا، نعاود نمشي نطويها هكا، نكملها كامل بهذه الطريقه. من بعد نوريكم كيفاش راح تكون طيتها. انا شوفوا كيفاش راني نطوي فيها، نكملها كامل بهذه الطريقه كامل هذه القطعه تاعي ونرجع لكم باذن الله باش ما نطولش اكثر. دونك شوفوا معايا بعد ما طويتها وكاع كيفاش جاتني. دوكا كيفاش راح نخدموا؟ شوفوا هذه الطيه اللي قلت لكم طيه حدا اختها. شوفوا الاولى مثلا القماش راح يكون او هكا جوج زوجه، ومن بعد هذه اللي موراها ترجعوها راح تكون هكا بهذه الطريقه هكا، نكمل كامل معاه. شوفوا يعني الطيه فوق الطيه، شوفوا الاولى هاهي والثانيه حداها جوست، ومن بعد هكا هاي ليك، ومن بعد اللي موراها هكا. انتما كي تخدموها في القماش تجيكم باهيه ورائعه جدا اكيد هذه الطريقه يكون. شفتوا كيفاش راح تكون الطيه هاهي، طيه فوقها طيه الاخرى. بغيتوا ديروا هكا بغيتوا ديروها غير صغيره، هذه هي ماما هذه كبر من اللي درتها هنايا. لا لا كدها زاد عليها غير شويه، ها هو اللي درتها الاولى اللي قست عليها هذه. وشوفوا دوكا لميتو كامل، لميتو بهذه شوفوها هايلك، شوفوا كامل كيما راني درتو بالقياسات تاعي لميتو كامل بهذه، يعني راح نعاودو نلمو كاع القطع تاعنا. شوفوا واش عندنا، عندنا هذه القطعه، عندنا هذه القطعه تاعت التحت، وعندنا هذه تاعت الصدر ياك، وعندنا الاكمام ياك. الاكمام عندنا هذه هنايا، هادو دوكا نسكوتشيهم باش يتلمو لي كامل، نشدهم بسكوتش باش ما يقعدوش يبوجو هكا، لانه اللي خليتهم هكا ما يخلونيش نخدم اليز. نكلمهم بسكوتش، نعاود ندير لكم القطعه كيفاش جاتني وكيفاش ان شاء الله الفيديو المقبل، لانه هذا الفيديو راه ديجا طويل. الفيديو المقبل راح ندير لكم ان شاء الله التطبيق تاعو على القماش كيفاش يخرج لنا الحجاب، روعه 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 باذن الله. دونك تابعوا معايا الفيديو للاخر. دونك شوفوا معايا النتيجه اللي تحصلت عليها، هاولك الباترون تاعي تاع بطل المصاهر تاع الحجاب اللي حنديرو. هاي اليد هذه سامبل، الا بغيتو ديروها سامبل اكيد هذا راح يطلع مع الخياطه كاع، يعني انا غير زحفتو ونسقتوش مليح. بغيتو ديرو اليد سامبل هذه هي، والا بغيتو ديروها بهادو لي بلي هنايا هادو هما كيما بغيتو، وتلموها من بعد في البندانة التاليه. وهذا الجزء الامامي هاو الصدر، الجزء الامامي يكون مفتوح، اكيد الخلفي راح نديرو هذا عادي، هذا هو التصميم تاع الخلف هذا شغل. هذا هذه القطعه راح نديرها من الامام للخلف، الا بغيتو اللور تاعكم يجيكم قطعه واحده دونك هذا التصميم تدوه القطعه ديروها على الخلف وتنحوا غير اليدين. شوفوا من الخلف كيفاش جا هذيك الطيه اللي درتها، هذه هي في القماش اكيد راح تفتح كيما في الموديل تاعنا هنايا. شوفوا الموديل تاعنا هذا او هنايا هكا مطبق، وهنا تاع مع الشغل مع المشيه تاع تفتح. هذا الموديل تلقوه ياسر في الاقمجه القمجات ولا قميصة عفوا نتاع تاع الرجاله. الفيديو هذا راح نقسمه على 2 بما انه جا طويل ديجا، راح ندير لكم اليوم ان شاء الله غير الشرح برك، والمره الجايه ماشي راح نعاود نوري لكم كيفاش راح نفصل ديجا، لانه وريت لكم صغير باش تكونوا عارفين، راح نزيد غير الباترون
ونخدمه ونريكم نتيجة بإذن الله. إن شاء الله يكون هذا الفيديوهات أعجبكم دائماً وأعجبكم تشتركوا بيه لايك. ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوم وكنتم مشتركين وتشاهدوا في إشارات لتصلكم الفيديوهات أولاً بأول. وتنتجوا هذا الفيديو وفيديوهات الأخرين مع أصدقائكم لتعلموا الفائدة إن شاء الله. إذا كان شرف الفيديوهات تكون بإذن الله. إلى اللقاء.